الدردارة قرية صغيرة تقع شمال تلتمر بمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، باتت تتعدد تسمياتها لدى سكان أهالي المنطقة، بحيث باتوا يلقبونها بقلعة شقيف اللبنانية، وآخرون يطلقون عليها اسم كوتشي الفيتنامية وستالينغراد الروسية، وكل ذلك بسبب الهجمات اليومية وتساقط العشرات من القذائف عليها منذ أكثر من عامين وإلى الآن. بل تجاوز الأمر كل ذلك، بل باتت أكثر شهرة بسبب صمود سكانها الذين رفضوا أغلاق أبوابهم وترك جدران منازلهم خاوية من دون صاحب، واتخاذهم لموقف الصمود في مواجهة الصواريخ التي تتساقط عليهم وبقاياها التي لم تنفجر. أوضاع مأساوية، ضرب بشكل يومي على القرية شي 50-60 قذيفة أكثر، أما بشي فوق 100 قذيفة ما انفجروا بالقرية تحت اللي بيها سكان وأطفال ومدنية، فجمعناهن وزتيناهن بنهر زرقان نشيلهن لنحمي نفسنا، نزتن بالنهر وهي حملها المخاطرة، بس كمان يظلوا بالبيت أخطر لسه، شنو نزتن من خاطر بحياتنا مشان نحمي غيرنا المدنية الأطفال الختايرة، بيتنا هذا ما نتركه من ما كان ما نتركه، رزقنا وبيتنا وحياتنا هاي يعني وين نروح ما نتركه لأن ما كان، بس من يصير الضرب نطلع على النهر نتقبى بي، بس يخلص الضرب نرجع على بيوتنا، هاي عيشتنا لنا 3 شهور ما طلبنا يتوقف الضرب ونرجع نسكن بأمان ببيوتنا، ما أريد غير هيك.